يرحمونا. لا والله لا بنينا. اصبر ادفع لك المهر. المهر صدقيني مشي لنا، راح نشارككم تكاليف الزواج. رجعنا لكم بالحلقة الثالثة من شاووح. الحلقة الماضية الصراحة كانت جنونية، والأعداء اللي فيها جنونيين وكذا، كلش كان غريب. وآخر شيء وصلنا له إنه الأحمر هذا قال لنا ترون يعني أنا طيب، أنا الطيب في الموضوع، ما ندري نصدقه ولا لا إلى الآن. والولد والبنت اللي إحنا نبغى نوصل لهم هذا البرتقالي هو اللي أخذهم. خلونا الآن نبدأ الحلقة. لا تنسون اللي هو مشترك اشترك، ولا تنسون اللايك، وهيا بنا. أيوة إحنا آخر شيء طلعنا هنا، تمام. طلعنا بالمصعد يعني وانتهت الحركة. يا أخي هذه ما أتذكرها كوين بونسيلا، ما أتذكرها. Glad to see you've made it. أيوة هذا هو الأحمر. I don't know how you did it, but then again you survived the giant elevator crash, so I guess I shouldn't be surprised. طيب إحنا في الجراند سيكتور. Also again, I apologize for hitting you over the head. صير يا رجال. It is for this reason that I believe we should not meet face to face. I have locked myself inside of a surveillance room. That way I can help without being a danger to you. Oh. We are currently on the lowest floor to remain active before everything went awry. Awry-ish. There are many floors below us, but they've all remained closed and abandoned for quite some time now. So just make sure not to fall. As for your children, I don't know exactly where they're being kept, but I know someone who does. حلو. Head to the aquatic sector. That's where he resides. كوركت سكتور هذا نبغى نوصل لهذا. Find two batteries for your remote. طيب طيب بطاريات هذه البطارية الأولى وهذه الثانية. حلو كذا نقدر نحركها. حلو حلوين. طيب هذا اللي في البداية. طيب you have no oddities to drop. هذا الكار floor 3 مكتوب عليه. حلو. ها اي اوكي ايش حيطيح لي؟ ايش؟ ما فهمنا اي حاجه. شكله يروح على الرسمه يسوي شكل او يورينا بحاجه. شوفوا غلط. ويت فور ذا ريزولت. اوكي ها اوديتد ريموت اوديتي. ايش ابعد تبغى؟ نشيل الرسمه هذا الاقلام. حلو يلا. انا ايش دراني ان الالوان اسمها اوديتي؟ توقع كذا تمام. وارميها هنا، لازم ارميها كلها. لونلي. يلا نايس. ديسبنسنج كي كارد. يلا اعطتنا كي كارد حلوين. لا ولا يرحم لي امك يا شيخ. تكفى لا تقول لي ياكلني. اوكي الحمد لله الحمد لله، بس فجعه خفيفه لطيفه. طيب احنا نبغى الاكواتيك سيكتور، ها يعني يوصلنا على طول ولا ايش يا الغالي؟ اوكي هنا زراء. ممكن هذا غلط كله. ايها يعني غصبا نروح هناك في الظلام في الموت. تبغى تروح في الموت كذا غصب. والله بعيد. هذا يا شباب هذا اللي احنا نبغاه الحبار. طيب هنا في اكسات احسه يعني نقدر نسوي شيء بالاكسات هذه مع الطياره. طيب اذا نبغى نوصل لهذا لازم ايش؟ دقيقه. اوكي برتقالي. كل واحد ما شاء الله. اذا نبغى نوصل لذول الاثنين لا ما نبغى هذا، خلهم ما نبغاهم. There is a right somebody for everybody. You just need to look. هذه تقول ترى في شخص جيد لكل شخص، ليكون هذه طيبة عكس الازرق. وهذا هنا اوكي. والاصفر ايش فيه؟ يطلع لك دحين الديناصور الخارق. اوكي طيب في شيء هنا في ذي الغرفة ولا لا؟ ما في، بس هذه. ذا جيلي فيش يتكلم عنه الحبر، يقول لك في اول حالاته بدا يظهر يعني اكتيفيتي او اشياء يعني لها علاقه بالجسم والمخ. المهم انه الكيس هذا يقول لك يعني في احتمال انه يتعلم مره بسرعه. وهنا في كيو ار كود، خلونا نشوف ايش يطلع لنا. وذا شوفوا مو مره باين. راح اخلي الاديتور يحط كذا صوره مره غريبه لبدايه حالته مدري ايش. اوكي يعني هنا ما في اي شيء تقريبا. خلونا نرجع لأن أتوقع إن هنا مكان الإكسد فيه أشياء. أحس يعني أحس. أي هنا هنا دقيقة تعال نكسر هذا القزاز. إكسر إكسر. لازم نسوي حركة نجيبه كذا. أيوه حلو. يلا يلا روح هنا.
اخي يعقدها يعقدها. ايوه كذا تسوي هنا ذحين تنكسر هذه. ها هذا المفروض تنكسر. يهو ها او ماي جاد راح انجلط انا. لا يا شيخ لي سنه احاول. حلو جبنا البطاقه البرتقاليه اوكي يعني على طول نتوجه لخوينا ها. او ماي جاد اوكي يا ولد احسني صغير على على المكان يعني وكذا واحجامهم فاهمي. طيب او ماي جاد فجعني الكلب يا اخي ذي اخطف عيالي بالعافيه عليك ما ابغاهم. العيال يجون غيرهم ما في مشكله بسيط الموضوع ان شاء الله ما نختلف عليه. او ماي جاد ايش ذا ايش ذا الجنون ايش ذا الجنون. واو كوميونيكيشن كيوس تكفى قول لي ان هذا جهاز مو الفعلي يعني تكفى. او ماي جاد ايش ذا تكفى قول لي ان ذا جليتش ايش ذا. ايوه اوكي او ماي جاد انت I can tell. You diligently wait for the moment you leave this wretched place with your child in hand. أيوة شكرا. I can also tell. Not to undermine your efforts, but I fear that moment may never. What? ليش? I cannot let it happen. And I will gladly show you why, but after I do, you take my advice. Leave this place while you still can. Erase it from what? Your memory. Move on and forget any of this ever happened. And I promise you, tomorrow will be a better day. Oh my God! إيش يعني راح يسوي؟ ألو فين دخلنا هذا؟ What? هذا الوحش اللي في الحلقة الثانية شفناه. Wow. ايوه or at least what was supposed to be down in the dark and cold depths of the facility the circumstances force you to do things that are out of your nature when I feel that I'm straying too far off my original course I head to the room I found in meditating in to mentally regroup I come to this place and then I'm reminded that what I'm fighting for is worth all of this pain and suffering Of course, none of this is real, but it all could be. Oh my God! I've never had actual sun rays touch my skin. Oh! Can you imagine that? طيب أنت في البحر أكيد يعني. I yearn for the day that they finally do. I need the children to achieve that, but do not worry. I will practice the safest of procedures. Whatever I decide to do with the adults. I will make sure to keep one alive and sane so that the one. Surviving children are delivered to the surface safe and sound. And of course, to deliver me to where I choose to be. Oh, to live the simple life. يا ولد ذا حطوا فيه تجارب. Just munching on shrimp and avoiding getting eaten by turtles all day. Damn. I never appreciate how calming it is to have no conscience until you have one. واو والله كلام اسطوري. So I'm giving you the chance to walk away. Take it. That way you won't lose both your life and the chances of your child. دام يا اخي يقول لك ما راح تستوعب قيمة ال 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 يعني العقل وكذا الا لما يكون عندك واحد. انا ترجمتي بخيسة بس فاهمين يعني هو يقول يا ليت اني حبار عادي بس انه حياتي كذا بس اما هذا مين يا اخوان هذا مين ايش اللي قاعد يصير بس يعني هم سووا عليه تجارب وصار عنده وعي وعي ايوه الكلمه اللي ادور لها انه يكون عندك وعي هذا المهم انه يعني سووا عليه تجارب اوه شي
أنا صرت حبار، أنا الحبار. Oh my God. فجعني. You are not one of them. أيوة. You are alone. You need to hide. They are coming. هذه تصيدها للأوادم. أوكي. Oh my God. فين أهرب؟ ألو. إخوان. فين أهرب؟ إيش اللي قاعد يصير؟ أوكي. إيش؟ رجعنا الإنسان. يب. أوكي. رجعنا إنسان. طيب. رجعنا وهذا الباب. شوف أنا هذا الباب فتحته، بس يعني اللعبة قلتشت رجعت أعيد. المهم ما يحتاج يعني أقول لكم، بس إنه هذا الباب انفتح ذحين. أنا أشوف إنه ما يحتاج الصراحة ندخل، لكن. أوكي. See Nab's room? Ava? It's open now, which means he's inside. حرقنا. He's on the hunt, and it's too dangerous to do anything in this state. We have to deal with him. طيب. Luckily, I have a solution, but you won't like it. إيش هو؟ Head to the medical sector, and we'll talk there. طيب يعني ذحين أدخل هنا ولا أروح على الميديكال سيكتور؟ والله اللي يذبحني ذبح. سوي ريوس. طيب خلونا نروح الميديكال ونلقى الحل مع ناب. الحل انه يتزوج هذه النبله، لنا ما ادري ايش اسمها، وان شاء الله انه امورهم طيبه. طيب وصلنا الميديكال. يلا اوكي. ايش الحل؟ هنا في خشب يبغى له تكسير ممكن. هل فعلا هي الزوجة هي الحل؟ اوكي. When Nab escaped, it wasn't long before workers started to disappear. ايوه. Of course, precautions and training can only get you so far, so we had to think of a more permanent solution. Nab Marina was that solution. Oh damn. Was as aggressive as he was due to his loneliness. حلو والله اني قلت زوجوه يعقل. That's where you come in. You'll be carrying out the final steps of said surgery. Oh my god. Procedures are very delicate. So I'm going to need you to pay very close attention to these instructions. حلو. The hard part is already done. All you need to do is mix the right concentrations and inject her with it. بسيطة. Six times. Okay. The machine with the droplet symbols is where that's done. When it's time, the screen will light up with the symbol of the needed concentration. For simplicity, the concentrations have been represented by colors. Mix and achieve the right concentration. Then collect it in the syringe and give it to Nabnali. حرقنا. The machine with the colored pipes will occasionally shift to the wrong colors. And when that happens, use the given tongs to revert them all to their normal state of green. يا أخي أنا ما أعرف للألوان. طيب يعني الزبدة إنه هو الأخضر هو الزبدة، يعني كل الألوان الثانية غلط. طيب أول شيء نجيب الطيارة هنا. تمام. يقول لك لازم أحقنه بالألوان الصح، ونخلي كل الباور سبلايرز أخضر، ونركز على الأزرار هذه إذا احتاجت ضرب بالطيارة نضربها. أوكي حلو. ايوه شكرا، ما دام شرح لي كذا خلاص انا كذا مرتاح الحمد لله. هذا اهم شيء عندي. اخضر يساوي اخضر. لا ابغى اللونين يساوي اخضر. ايش؟ طيب لا صح، اخضر اللون اساسي. طيب يلا. الابره اول شيء. العاب الابره ولا الهندسه؟ الابره ولا الصناعيه الوضع؟ طيب يلا الابره. ما اقدر الصناعي. طيب نعطيها. راح نبدا العمليه ذحين. اوكي كذا ذحين نبدا. حلو يلا. ها حلو. لون بنفسجي. ايش بنفسجي؟ ايش اسوي؟ احمر مع ازرق. حلو جبناه صح. بعدين ايش؟ لازم كانت واروح ابدل ده الثانيه، ولازم احولها كلها اخضر. ماي جاد. اوكي حلو. بعدين اخذ هذا صح واسوي كذا واعطيه. اوكي كذا، هذا اول مره كذا. تمام. ابو سالم.
ما ركزت على الأزرار ذي، يمكن تحتاج ذا ولا؟ أوه باكا طالها خضر. حلو يلا بدل أخضر كله. حلو هذا خضر والزر سويناه وحطيناه لأهل الجرعة. يلا مرة ثانية بنفسجي، بنفسجي أحمر وربي توتر أحمر وأزرق بسرعة اديها القرعة. يلا تمام لازم 6 مرات والله كثير يا جماعة ارحمونا. لا والله لا نبنينا اصبر عاد فعلك المهر المهر صدقيني مشي لنا راح نساعدكم تكاليف الزواج. اوكي حلو يلا ها ايش اللي بعده بسرعة بسرعة اللي بعده. حلو خذ هذه ارجع بسرعة. اوه خلصنا الحمد لله لك يا رب الحمد لله الحمد لله. حلو الو واي تعالي تعالي على وين على وين على وين طن طن. I hope that wasn't too hard. لا ما عليك ايزي. Anyway, grab the audio disc and head back to the aquatic sector and play it on the big speaker in the lounge. اوه حلو اوكي يلا يلا يا شباب شغل له ذحين السبيكر. طيب ايش راح يصير بالضبط صوتها يعني. الو تقفل الباب اوكي ممكن يصير شيء هنا عرض. اوه اوكي حيجي ايوه ها يلا المبروك 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 ما شاء الله صاروا يتمشون سوا وحركات يا سلام. طيب he's no longer miserable. خلاص صار. I'm surprised they both were originally members of the mutants below. They certainly fit. This is الو صوت مين ذا؟ اوه ماي جاد ايش صار؟ والله غدرت في امه شكلها يا ولد غدرت فيه ولا ايش؟ اوه هي ديد اوه ماي جاد ايش ذا؟ ايش يا اخوان؟ والله ما حد يدري ايش الوضع. طيب هذا الباب رجع انفتح يعني هل في شيء مثلا هنا؟ الو؟ ايوه ما اقدر الو ما اقدر اتحرك. ابو سالم اوكي. You have overstayed your welcome here. I even made you an offer. Accepting it is long overdue. يا اخي والله ذا قوي مره شكله. Don't get rid of you or collect you just yet. I was never one to abide by wastes. An old friend needs you a lot more than I do. Oh. They too are on a path to achieve peace of mind. I already have more than enough subjects to move forward with my aspirations. And my ultimate mental refinement. You just take a little nap while I transfer you to where you're meant to be. الحين أعطاها التنويم شكله راح أرجع أصير أنا ذا صير الحبة. أي والله. ألو. You're finally awake. Can't blame you for taking a nap. Feels like we've been in this car forever. Okay. So Singer. When are we arriving at this place called Beach? I believe we are lost. ما شاء الله على الأيادي يقدر يعشق في كل لعب. Oh my god هذا كابوس هذا. يا شباب الكاميرا علقت. You had one job and you messed that up somehow. I am struggling to locate the being who asked for your opinion. Can you at least put some music on since we're gonna be out here for a while? كلهم عائلة. كلهم يعني كان والله هذا اي والله انه يلعب بالمخ يلعب بالمخ يعني ممكن كذاب هاي ياخذ لك كمان انه كذاب كل شيء كابتن what about you كابتن كابتن مين انا Okay, decent answer. Can you
you stop vocalizing for just one second so I can focus on the road? What do you mean, focus on the road? We've been going in circles for hours. Never trust a jellyfish. Am I right, Opila? Alu! Alu! Oh my god! هيا رجعنا. اوكي. ذا الميت هذا حلزون. اوه لا ذا الكبير. ذا يا اخي راح يقتلني قتل ذا. امشي اوكي. طيب. نشغل ذي الاشياء. اوكي يلا. حلوين. هابلو واحد وهابلو اثنين. في زيادة ولا خلاص؟ اوه اوكي ما شاء الله ازرار كثيرة يا رجل. لا 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 اوه دين تجلس تتحرك كذا انا احاول اصيد. اوكي يبغى لا ايم يا اخوان. يا اخي المشكلة بطيء تضغط بعد سنة يرمي. اوكي خلاص وزنته. لا اخر واحدة هي بعد الان. اوكي نايس جيبنا هذه صح. حلو يلا ذحين التحدي الثاني. اوه صارت اسرع. الله تمام. اوكي لا حلو باقي اخر واحد الان. حلو يلا الاخيرة. كذا مستحيل والعشوائي رمي. ايوه جبت ثنتين وات ثالثة. اوه ما يقدر لو كانت تيجي كلها سوا زين اكيد عشوائي مستحيل اجيبها صح كذا. وات اوكي نايس جبتها. يلا يلا مشينا يا اخوان. يطلب مدري ايش هذا الاخضر. اوه هنا كثير الاخضر الكثير من الاخضر. تو ما اضيك واضح انه كذاب احس اني ما اثق فيه يا اخي. اوكي اي خذ الاكل. الازرق We could use that to our advantage to try and escape. مسكنا كلنا. خلاص قدام عين. We move or change something in the room. Let's make sure that it's back to the way it was before he checks in on us again. This okay. way we can inch our way towards escaping all while he doesn't suspect a thing. حلو. In other words, from his point of view, the room must remain unchanged. When he's closed, the lights change color. So run back to your chair when the lights change. ابشر ابشر. I don't know where to start though, so you give it a try. طيب. فين نبدأ؟ You have no cubes to place. حلو. هنا هذه الكيوبز اقدر اوكي. خلنا نشوف. لو حطينا كذا ايش؟ You were cool enough to enter. اوكي. هذا الكيوب. اوكي حلو اخذت كيوب انا. دقيقة خلنا نشوف اقدر اخذ اثنين يعني. اوكي اثنين حلو. حلو طيب مثلا كذا اخذنا ذي الاشياء بعدين ايش احطه هنا يعني واحد. طيب الو ايش ما اقدر اسوي اي شيء. هذا تريننج ولا ايش والله ما ادري. اوكي يلا يلا ها الباب المفروض اقفله. حرقنا حرقنا صح. اوه الكبير الوحش الكبير. طيب ايش يعني اكلنا. اوكي حلو نفهم في البدايه بعدين يعني الفكرة. الله يقلعيك. Maybe now is
بسرعة 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 بسرعة. ماي جاد او ماي جاد، ما قفلت الباب، ما قفلت. الله يقلعها والترني يا شيخ، والترني بالمعادلة حقها. No, the doors weren't left like that originally. بلا صادقة. Hey, come help me solve this equation. توكل عني بس. اوكي نايس. طيب نضغط هذا صح؟ حلو. خلاص. يلا اهرب 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 بسرعة 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 بسرعة. حلو. هنا الجماعة كلهم. لا ما نبغى ولا اي واحد من هذولا. الاحمر لا خلو، هذه الام ذي ما نبغاها، الكوين. وهذا ما شاء الله كل احد غرفة منفصلة، ممتاز. هذا شريط. اوكي رجعنا. طيب ايش اسوي؟ رجعت البداية انا مرة. هل ارجع لل مثلا الاكواتيك سيكتور؟ هيا كلب يا صحبة، ليش صحبت علي؟ الله يقلعها يا اللي ما تستحي. والله ان من الحلقة اللي قبلونا ما نطايقك والله. سمع انا هذا السيكتور ما قد جيت، يعني ما قد فتحت الباب حقه اللي هو البروجريسيف. شوف لو افتح الباب. اي اوكي نايس. هياخذ لك معادلة ته. بيضة يساوي بيضة وبيضة بيضة وذا تربتي تربتي. اوي الغالي. اوكي هذا الباب فتح برضو. اوكي في عصفورة صغيرة. كيف تروض طائر كبير ومعصب؟ لازم اول شي تكون في الهاي جراوند، بعدين جمب ان لاند اند ذا سبجكت. اوكي بس حلو، يعني لازم نطلع فوق مرة بعدين ذا. حلو حلو. كيف طيب نطلع كذا؟ ما نقدر. من هنا ما اقدر. اوكي ما اقدر. طيب ايش اسوي هنا؟ يعني مثلا اخترت هذه النتيجة، خلنا نقول كذا اخترت، ايش يصير؟ في شيء ولا لا؟ يعني في نتيجة معينة. واحد اثنين، هذا وهذا، يعني نفترض ان هذا اثنين مثلا وهذا واحد، كم صار؟ اثنين واحد ثلاثة، وهذا واحد اثنين ناقص واحد واحد. انا اشوف هذه المعادلة منطقية الصراحة، بس لا لازم اعرف كم قيمة العصفور نفسه. اوكي لازم اول شيء اعرف قيمة هذا العصفور عشان نقدر نحل المعادلة. طيب هذا هو، انت كم رقمك؟ كم رقمك انت؟ اوكي هذا خدعنا. ايوه البيضة بواحد، الأزرق اثنين، وهذا ناقص هذا يساوي اثنين، يعني الوردي ربع رقمه. تمام يلا دحين عرفنا، هذا واحد وهذا اثنين، الوردي ربع زائد واحد خمسة. والله اني حسيت لأنه لما استخدمت هذه واحد اثنين ثلاثة أربعة استخدمتها كلها إلا الخمسة، فحسيت انه ربعة وكذا. والله اني ما كنت يعني بس كيف كنت أقصد. المهم يلا أربعة، أربعة ناقص واحد، أربعة ناقص واحد يا تيس. عيد يا الغالي. طيب ثلاثة. تمام. هذا قلنا احنا الأزرق اثنين، اثنين زائد اثنين أربعة، اثنين ناقص واحد واحد، اثنين زائد واحد ثلاثة، وآخر شيء هذا أربعة. كذا تمام حلو. طيب أوه ماي جاد، إيش ذا؟ مستر كابوب. اسمه كابوب هذا. It should not be moved without its costume. لازم ألبسه. طيب إيش لبسه؟ ممكن نحاول نجيب لبسه. ياخذ لك. دخلنا المتاهة ولا إيش؟ طيب. لا. عسى كيف. هيا يا جماعة اقول لك تبطل ذاك شغلة ولا ايش وضعكم؟ ايوه صوت مدري ايش احمر صاروخ. اوكي وذي ايش؟ صاروخ. طيب صوت يساوي ذا اللي هو الزر اللي هو ذا. اوكي فهمنا، ما فهمنا اي شيء الصراحة. بس هذا الباب. طيب
نحتاج الطيارة، هذا أول شيء. ألو، إيش في بوس ولا إيش الغالي؟ ألو، أي، واو، حرام على لسان، فضيعة. بحينا ننقز هنا عشان راح يدمر الدنيا. وكذا نجلس ولا كيف؟ ايش حيسوي ذا؟ اوه ماي جاد، واحد لسان واحد بزقه تفله. انا تيس، عارفين ليش؟ لان اتوقع على طول ابدا افعل هذه واقول لها تروح للزر مباشره. اتوقع انه اخليها تفعل الزر، صح؟ فعلي بسرعه قبل ما يتفل علي ذا. اوه اوكي، الزر بسرعة. ما في، لا والله غلط انا. اوه ماي جاد، طيب اوه هناك اول زر. اوكي اوكي اوكي، بسرعة بسرعة، حيدفل حيدفل. اوكي يلا 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 يا رب. اوكي حلو، ضغطنا اول زر. ايوه صاروخ. طيب بعدين لازم نستخدمه كيف؟ اوكي كيف نستخدم الصاروخ بسرعه؟ على اللسان، على اللسان نستخدم. طيب يلا اطلق لسانك، اطلقها. ايوه اوكي ايوه اعطيته، يس حطيتها فيه. حلو، طم طم بق طم بق طم بق طم بق طم ام ام يا طق طم متنا. هذا اول صاروخ، بسرعة بسرعة بسرعة. يلا صاروخ بسرعة، حلو يلا، هذا أول صاروخ خذ. يلا طيب يلا الزر الثاني، هنا ولا هنا ولا عادي يطول؟ أيوة اشتغل هنا، حلو أوكي. جيب الصاروخ، أرجع. أوكي يلا يلا، لسانك لسانك يا غالي، لسانك. أوكي حلو، خذ يلا 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 يلا، احرق لسانك. انا خلينا نجهز دي هنا عشان تكون جاهزه للزر، والذي ترتد وكل شيء تسوي. ايوه الزر اشتغل يا اخ، هيا فعل الزر. عسى كيف انت، بسرعه خذ الصاروخ. لا لا اوكي بسرعه، يلا اللسان اللسان اللسان، يلا حلو راح اهزمه. هل يموت بالثلاث ضربات؟ يس مات. لا راوند 2، الحمد لله مات مات. سلحفاة براصين كان ما ندري عنها اي شيء، كيف فجأة تواجهها. يلا اوكي نروح من هنا ان شاء الله ما نطيح بس. حلو طيب حصلنا. اوكي يعطيكم العافية. الو اوكي، هذا السلحفة كان خاوي مدري مين شكله كذا، والسر السالمة واضحة. يلا رجع انفتح ايش يعني شكله البس هذا باللبس، اللبس يعني القبعة ولا ايش؟ اي والله اذاني من جد، نحط له اللبس. طيب طيب ايش نسوي ذا حين؟ يطلق اصوات يعني. طيب اوه ينادي الصغير ممكن، اوكي او يعني حاجه نسوي له حاجه. دقيقه دقيقه، هذا اتوقع يبغاله. اي 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 اوكي، ام هاند اوفر بنكرياس. لا لا يلا تمام، روحه. 3 stones with one bird، 3 stones with one bird، hand over your pancreas.
Hand only one bird. Hand over your pancreas. طيب خلينا نجرب اشغل الصوت ايش ممكن يصير لسه. يعني هو راح يكون هو راح يكون خدعة عشان اجذب الكبير بعدين انا اسيطر عليه. يلا ايوه اوكي بس كذا. لا 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 ايش نسوي؟ هذا بس خوفته خليته يتحرك. اوكي اوه ماي جاد اوه ماي جاد لا 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 تكفى 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 لا والله كان ابغى اسيطر عليه لازم انقز فوقه بس ما ادري كيف. هاند اوفر يور بنكرياس. رجعني لازم احارب البوس. لا تكفى لا 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 اوكي فجعني فجعني لو كذا الجلطة. تعال اوكي حلو. انا راح امسك اما لا هذه الزاوية احسها حلوة بس هذا ايوه دقيقة خلينا نتجهز نكون هنا احنا. ايوه تعال تعال من هنا لم تضبط معنا. اوكي لا اصبر طيب من هنا طيب. لا والله اني ضغط والله كذب يا اخي. اوكي انا عرفت كذا ايوه كذا خلاص واضحة حلوين. الو اوي ايش الوضع ايش في؟ empty your hand first. حطينا لهم البيبي حلو. جاء الحبار صح؟ اوكي bird riding is a new one. I'll give you that. اوكي what drives you forward so vigorously? I refuse to accept that it's your protective parental instincts. Oh, I know. Someone has given you false hope, promised you what you want when all along they had one thing on their mind, pancreases. At first, I was confused by how everything was going perfectly in your favor, despite you never being here before. And then it hit me. Someone has to have been guiding you. And as with most things, I was right. It did have help. عرف ان الاحمر يساعد. Helped me tremendously. Thanks to him, I bore witness to very vital information. What information, you ask? Well, when my turn comes, I will simply prevent myself from turning into what he turned into. Oh my god, هذا الاحمر خلاص. What? Damn. Hello? Oi! ايش اسوي اتحرك! سوى اي بلا! ما يتحرك! God damn! الاحمر كذا تحول خلاص. Hold W to speed up. اوكي 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 عرفت عرفت. اذا كان وردي قدام يعني لازم الوردي هو اللي يروح قبل. حلو دحين نشوف ايش برضو وردي قدام. اوكي حلو روح 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 بس لا تسرع مره. يلا بسرعه بسرعه روح 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 روح. هذا انا اول. يلا اوكي انا برضو بس ما ابغى اسحب عليها تاخر يعني مره عشان اصلا ايوه في النهايه في ابواب قدام. الحمد لله انا مستعجل. يلا روحي روحي روحي. قاعد ديم هذا الاحمر كذا صار والله اني مصدوم. ولا هذه نسخه قديمه منه سووا عليها تجارب وتحول لهذا الشيء.
عنا توقع على انه تحول كذا. يلا يلا بسرعة بسرعة قبل ما لا لا قريب هذا مرة. اوكي لا تكفى تكفى تكفى. اوكي بسرعة. ايوه لا الامور الطيبة. بس حلو الميوزك. انا برضو يلا باقي ولا اوكي باقي وردي. اوكي حلو خلاص. اوكي ايش يزبنون ولا يا حبي ترى انا الماوس. اه ايوه you can run away but the smell of your pancreas will يبغى البنكرياس الا في حاله واحده. هي ديد. اوه شيت تبغى اكبر بنكرياس في العالم. هذا هو اكبر بنكرياس. يلا ها معك رجال خذوا. اح ايوه يا ابني. اوه جا هي ديد مان. اوه اوه stop it you two. What the oh انت من جد. اوه شي اي ايش الاحداث اللي قاعده تصير. لا بقول للولد يا رب انه حي. يا اخوان الولد الصغير ايوه اوكي حي حي. اصبر يا ولدي اصبر اصبر. طيب find the kingdom find the sheriff do not let the jester find you. اوه ماي جاد الاحداث اللي صارت في الاخيره يا ولد اوسكار هذه ما هذا هجم وذا هجم وذا قال لهم وقفوا فجاه اعطاه في عينه سدحوا. ايش اللي قاعد يصير؟ وذا نقز خليتهم ذا لحاله يعني ليش نقز ليش اصلا ايش اللي صاير؟ اكيد انتهت الحلقه. اوكي شباب وصلنا لنهايه الفيديو. اوه هذه الحلقه الرابعه في وحش جديد شكله. اوكي منكم استمتعتم لا تنسون تقيمون المقطع تعطونا لايك واللي فاهم القصه او الحدث اللي صار في الاخير او يعني عندكم تحريات وكذا يا ليت انكم تكتبونها في التعليقات لاني احب اقرا التعليقات واعرف يعني ايش تفكرون فيه وكذا. فيلا نشوفكم في الحلقة الجاية مع السلامة.